غتقولوا لي علاش حاطه هاد الحميمص هنايا؟ ها هي معلومه اخرى غادي نقولها لكم، وهو ان هاد الماء ديال الشتاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا باحلى متتبعين ومتتبعات قناه سحر الطبيعه. يوم جديد وفيديو جديد. اليوم الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد يا رب، انعم علينا بالشتيوه. باتت كتصب وصبحت كتصب، انتم كتلاحظوا معي الريح بعض المرات. دابا يلاه صحات الشتا شويه وخرجت الشميشه، شوفوا الريح فين طير هذا البيدو. صدرت ولدي كلشي الريح كلشي شقلبه. وانزلنا من السماء ماء مباركا. هذا هو اللي غادي ندوي معكم البنات. وقبل ما ندوي حبيت انني نقول لكم لايكاتكم الله يحفظكم والتشجيع ديالكم باش نقدر نزيد نواصل ونستمر معكم. سمحوا لي بزاف بزاف الا كتسمعوا الصوت ديال الريح، انا غادي نحاول ندخل في حالي للداخل باش هكذا ما يبرز لكمش الصوت ديال الريح في الفيديو. واخا ما سخيتش نبقى في هذه الخضوره ندوي معكم، ولكن الغالب الله ما عندي ما ندير. ديما كنبغي نعطيكم الفيديو في احسن صوره واحسن تقديم باش هكذا ما تملوش مني وتبقى معايا حتى الاخير. على الذكر حتى الاخير، ما تنساوش اختكم وبنتكم اللايكاتكم، الله يخلي لكم كل عزيز وغالي ويحفظ لكم ربي الصحيحه اللي هي اهم حاجه. وعواشركم مباركه ان شاء الله، الله يدخل عليكم هذا رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه، وتصوموا وتعاودوا ان شاء الله. شوفوا السماء كي مغيمه البنات، شتو. وانزلنا من السماء ماء مباركا، هذا هو الموضوع اللي غادي ندوي معكم اليوم. وغنقول لكم هذاك الشيء اللي كندير انا. شوفوا دائما كنقول لكم داك الشيء الشكاره كنسوسها لكم وكنحلها وكتعرفوا ما فيها، وهكا شغل يديه كنتقاسموا معكم. هذا هو اللي كاين البنات. غادي ندخل داخل باش ما يبرزكمش الصوص ديال الريح. ها هي الشتا بدات. اللهم لك الحمد على النعم ديال سيدي ربي. يلا غندخل داخل البنات، تليفوني غيفزك. شوفوا البنات الشتا اللي هربت منها. يلا خلاتني نهضر جوج كلمات وهي تجري عليا. ها هي الشتا تبارك الله. شوفوا البنات الشتا، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك يا رب، الله يعطيها لنا قد نفع يا سيدي يا ربي. ايوا بما ان جرات عليا الشتا غادي نجي نجلس غا هنايا وغادي نقول لكم المزيوده شنو فيها. بغيتكم البنات، هو دابا ملي نزلت الشتا تاخذوا واحد القريبه ولا شي حاجه ولا شي قله ولا شي حاجه مهم تكون ديال الطين. واش غديروا؟ غادي تعرضوا ليا للشتيوه وتجمعوا ليا الماء ديال الشتا. هذا راه الماء ديال الشتا البنات، الماء ديال الشتا راه نقي صافي وصالح للشرب. ما تجيكمش غريبه، ولكن امتى كيكون انه نشربوه حنا مطمئنين؟ ملي كنقولوا حنايا كتلقاي ليه في السماء، ملي كتلقاي ليه قبل ما ينزل على مستوى سطح الارض. ماشي مثلا ديري ليا شي تجي شي قلته هكا وتقولي راها صافيه راه نهز منها ديك المويه الفوقانيه ديال الشتا، لا، ديك الساعه راه تلوث وتخلط باشياء اخرى. ملي تعرضي ليه هكا وديريه في شي طاسه في شي قله ديال الطين ولا شي حاجه وتعرضي ليه، كتاخديه هكاك قبل ما يوصل لمستوى سطح الارض، راه نقي صافي صالح للشرب. علاش قلت لكم في العنوان انكم تلموه لرمضان؟ هذا البنات اللي عنده السموم، يعني زوين 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 بعد صيام ديال اليوم كامل. ملي كتكاليت بقيت كان ملي كتعرفوا باللي اننا ملي كنكونوا نهار كامل صايمين، يعني الجسم ديالنا كيطرد ديك السموم سبحان الله بداك فعل الصيام. ملي كنأد الاذان وكنوضوا حنا كنشربوا الماء ديال الروبيني اللي فيه الكلور وفيه مواد كيديروها فيه، كنوليو كانك يا بوزيد مغازي كانك حتى شي حاجه ما درناها. يعني الا حاولتوا انكم تجمعوا واحد الكميه ديال الماء ديال الشتا وتبقاو انكم مور الفطور، على الاقل بعد مور الفطور تبقاو تشربوا، حيت كاين لان الانسان كيشرب مور الفطور الماء، كتشربوا من داك الماء اللي زولتوه ديال الشتا، راه زوين 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 كيطرد السموم من الجسم ديالنا. بالنسبه للناس اللي مرض الله يشافيهم وكيشربوا الدواء الله يشافيهم ويشافي جميع المرضى المسلمين، يبقاو يشربوا الدواء ديالهم بهذا الماء ديال الشتا. اولا الناس اللي عندهم طونسيون ديما طالع يشربوا الماء ديال الشتا، راه زوين بزاف البنات، ما غاديش نقول لكم الفوائد ديالو كلها لانها لا تعد ولا تحصى. المهم اللي بغيت نشاركوا معكم انا واللي بغيت نديرو، يعني جمعتوا على قبل وبغيت نديرو، هو اللي بغيت نتقاسموا معكم. سبق لي هذه وقيله شي عامين شاركت معكم المعلومات ديال الماء ديال الشتا وشنو كنا حنا كنديروا فيه كنديروا به في الباديه، والناس بكري شنو كانوا كيديروا به، كيصبنوا به، يوردوا به البهايم و و و و. غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط في اول تعليق مثبت وكذلك في صندوق الوصف. اللي حب يدخل يتصنت ويضحك شي شويه غادي نخلي ليه الرابط يدخل يشوفه. الماده دابا اللي جيت بالمختصر المفيد باش ما نشدكمش بزاف، والحاجه اللي بغيت نديرها هي اللي بغيت نتقاسمها معكم، وهذا هو المغزى
والمعنى من هذا الفيديو. هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا تبارك الله درت واحد الكميه ديال الحامض المصير والمرقد. هنا سبق ليا وشاركت معكم في الفيديو ديال طريقه المصير. هنا غير الاضافه اللي بغيت ندير هو انني حيت البارح هادشي حضرته في الليل وكنقول لكم الله غدا ملي كيصبح كنلقاوه نزل شي شويه، عاد زدت هاد الطبقه الفوقانيه ديال الحامض باش هنا غادي نسد عليه بالمره صافي وما غنعاودش نقيسو نهائيا. هذا هو اللي درت المرقد في الماء. واحد المتتبعه قالت لي بلا ما تفحل ليه حتى هو خليه غير مسدود، تقبته غير تقيبات بعود ديال ها هما، شتي التقيبات ها هما، غير تقيبات هنايا خفاف داك العود ديال القطيب ديال الشوا ديال الخشب. هو هذا بوحدو اللي درتو مرقد، وهادو درتهم مصيرين. هذا درتو بالملحه، هذا بغيتو يولي ليا قهوي معسل، لهذا ما غاديش ندير فيه واحد الاضافه. هذا بغيتو يبقى ليا صفر ولو يدور عليه العام ما يوليش قهوي، راه سبق ليا هاد القضيه شاركتها معكم وهو انه يبقى ليا صفر لمده طويله، يعني واخا يبقى العام كامل شنو كندير؟ كناخذ ورقه سيدنا موسى وكنديرها هنا معاه هكذا فيه، كندير ليه خويط ديال الزيت بحال هكا، غير خويط ياك. هذا هو اللي بغيتو انا يبقى ليا صفر، هذاك بغيتو يبقى يولي قهوي معسل ما غندير فيه حتى اضافه. ها نتوما انا شاركت معكم كل شيء، وبما انني لقيت فيه الماء وصل غير حد هنا وانا حيت دايره كميه كثيره ما بغيتش الماء يكون ديال الحامض يكون قليل فيه، اش درت؟ نتعصرت انا شي شويه ديال الحامض هو اللي غادي نضيفه هنا. ها شتو غادي نزيد فيهم شويه شويه، الا هذا اللي ما غاديش نهضروا عليه، هذا ما نهضروش عليه لانه مرقد، هذا اللي مصير صافي. هادو هما الاضافات اللي غادي ندير، وغادي نحكم عليهم السدان مزيان ونخليهم وننساهم صافي. غادي نجي هنايا الى صعصع عليكم الامر انكم تجمعوا الماء ديال الشا وبغيتوا ديروا الحامض مرقد في الماء ملح هكذا، ها هو تبارك الله. وشوفوا الحامض البلدي، راه سبق لي كذلك معلومه على السريع، البلدي هو اللي كيكون مدور بحال هكا وفيه هاد الصريره، والرومي هو اللي كيكون الحامضه طويله، غير باش الناس يعرفوا الفرق ما بيناتهم. هنا شنو درت؟ هنا رقدته في الماء والملحه. الماء ديالاش انا جمعت الماء ديال الشتا، ها هو بسم الله، ها هو راه عمرته وزدت عليه هنايا باش نخليه فايض على الماء ديال الشتا. ها هو الى صعصع عليكم الماء ديال الشتا خذوا الماء ديال البير، غتقولوا لان الماء ديال البير، لان الماء ديال الشق يعتبر الاحسن يعني الاول في المياه، الثاني اللي كيتبعوا يعني درجه هو الماء ديال الابار والعيون، والثالث هو الماء ديال الصنبور. صافي الماء ديال الشتا غادي نسد عليه وغادي ننساه، غادي نخليه صافي مرقد في هذا الماء ديال الشتا. غتقولوا لي علاش حاطه هذا الحميمص هنايا؟ ها هي معلومه اخرى غادي نقولها لكم، وهو ان هذا الماء ديال الشتا معلومه اخرى هو انه مثلا لا قدر الله شريتي شي حمص وخرج لك النوع اللي كيبقى ما كيبغيش يطيب ولو تسد عليه نهار كامل، كيبقى هكاك مكركب عاصي قاصح ما كيطيبش. الا خرج لك مثلا شريتي شي كيلو جوج كيلو خرج لك بحال هكا، كتقبطي الماء ديال الشتا وكترطبي فيه الحمص، راه كيرجع فتي زبده الماء ديال الشتا سبحان الله كيفتيه. هذه معلومه، ماشي غير الحمص، حتى اللوبيا اللي كنرطبوها لك خرجت لكم قاصحه ديروا، لان بكري كانوا كيرقدوا القطنيه غير في الماء ديال الحمص، في الماء ديال الشتا كذلك كانوا كيعوموا به، نقول لكم باختصار كانوا كيعوموا به، كانوا كيغسلوا به وجههم، كانوا ملي كيشربوه البشره ديالهم كتولي صافيه، كانوا كيصبنوا به الطلامط الكواش الحنابل كل شيء، كيجمعوه في البرام الكبار كيوردوا به البهايم في الصيف، لان في الصيف البير كتوكح وكتنشف من الماء، كانوا كيلقاوه كيخزنوه في بيت الخزين، كانوا كيصبنوا به الصوف لان الماء ديال الصوف باش ما ديرش ليهم التونيه من بعد، هذا سبحان الله ما كيخليش الصوفه دير التونيه. مهم بزاف، راه غنخلي لكم الفيديو فيه جميع المعلومات على الماء ديال الشتا. هذا هو اللي بغيت نتقاسمه معكم البنات، وهذه هي الحاجه اللي بغيت نقولها لكم، يعني درتو انا في الحامض بغيت نتقاسمها معكم، وزدتكم معلومه على الحمص لان حاجتنا به في رمضان، وباقي المعلومات غادي تلقاوهم ان شاء الله في الفيديو. انا ما بغيتش نعاود نفس المعلومات باش ما يجيكمش الفيديو طويل، وهذا ما كان حبيت انني نطلع لكم اليوم ولا والو ما نطلش كاع.
هنا حبيت نقول لكم كلكم 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 شكرا للتهنئه ديالكم اللي هنأتوني في مناسبه عيد ميلاد ديالي. لهلي خطيكم عليا، شوفوا اللي عطاني شي دعيوه اولا تمنى لي شي امنيه انا بغيتها له بالمثل. الله يفرحكم حتى نتوما ويسعدكم ويخلي ايامكم ديما فيها الخير والبركه والتيسير والتوفيق من عند السيد ربي، وكل هي حاجه زوينه. عواشركم مباركه، تصوموا وتعاودوا ان شاء الله بالصحيحه وبكل ما تمنيتوه ترجيتوه في الدنيا وترجيتوه في وليداتكم، تشوفوهم كيما بغى خاطركم، لان الوليدات عندنا الوليدات والوالدين هما اهم حاجه في هذه الدنيا وعليهم حنايا عايشين. الله يخلي لكم والديكم اللي ماتوا، الله يرحمهم في هذه العواشر ان شاء الله، ويجدد عليهم الرحمات ويسكنهم ربي فسيح جنة ويحشرهم على الصالحين والأولياء والشهداء إن شاء الله يا ربي. وشوفوا سبحان الله، اللهم لك الحمد. واش ما عرفتش واش انا مرزاقه ولا ماشي مرزاقه، نهار العيد ميلاد ديالي صبحت الشاخط من السماء سبحان الله، النهار جاب خير اللهم لك الحمد يا سيدي يا ربي على النعم ديالك. سمحوا لي لا طولت عليكم هنا الفيديو ديالنا غادي يسالي، يا ريت ما تنساونيش من لايكاتكم ومع الف سلامه.